بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الموافق 8 من رمضان للعام 2021 من أمام المقر المركز التعليمي في مدينة القدس المتبرع به من هيومن أبيل بريطانيا. الحمد لله تم إنجاز جزء لا بأس به من المشروع، واليوم سنقف معكم مع الأمور التي لم يتم تنفيذها إلى الآن، حيث الآن نحن نقف في الساحة الرئيسية للمدرسة والتي بحاجة إلى إعداد كامل، وهي عبارة عن الملعب الخارجي بحاجة إلى طبعا تعشيب وتجهيز بالكامل. تم تأسيس أو إنشاء الأسوار الخارجية وأعمال الحديد، كما نحن نلاحظ بالصور أعمال الحديد في الأسوار كلها تقريبا يعني تم إنجازها. وأيضا نقف في مقابلنا في الطابق الأرضي الأول، لاحظ هذا الطابق لم يتم إنجازه أبدا، يعني نحن بحاجة في هذا الطابق لأعمال البراق والطراشة والفور سيلينج وأعمال الكهرباء والإنارة، فهذا الطابق بحاجة لإعداد بالكامل. الآن سوف ننتقل إلى الطابق الأرضي الثاني. في هذا الطابق يعني تم إنجاز جزء لا بأس به من الأعمال، نلاحظ أعمال البلاط وأعمال التراشة بالكامل تقريبا أن هي منجزة، ولكن إذا نظرنا إلى السقف بحاجة إلى الفور سيلينج وإلى الكهرباء وإلى وحدات الإنارة. ننتقل الآن إلى الطابق الثالث، نلاحظ أن أعمال بيت الدرج والدرابزين كما تشاهدون يعني كلها جاهزة. هذا الطابق يعني نصفه جاهز ونصفه غير جاهز. لاحظ هذه الغرفة أيضا، هذا الصف معد أيضا بالكامل ومستعد لاستقبال الطلاب. هذا الجزء يعني أعمال بسيطة، أعمال بسيطة، لاحظ أنه هنا أعمال البلاط، أعمال البلاط بالكامل في كامل هذا الطابق تمام معدة تمام، بحاجة لاحظ إلى بعض الأبواب، الترديدات الكهرباء تم ترديدها ولكن الفور سيلينج بحاجة إلى تركيبه وحدات إنارة، لاحظ هنا أيضا في السقف تم إنجازها، أعمال الألمنيوم والحديد تم إنجازها تمام. وهذا الطابق، الطابق الرابع، نلاحظ أن يعني هذا الطابق جاهز ونستطيع أن نستقبل به الطلاب.